هذا واحد بالعيد كتب أبيات بالعسكر يستهبل عليهم، ورد عليها العسكري وصدمها بالرد. اسمعوا وش قال الرجال بالعسكر: يا عسكري في العيد انسى ثيابك وخلك على بدلتك وامسك طوابير، الله يعينك عقدوك بشبابك، مالك مع أهل الدار فرحة وتعبير، واحذر تأخر ثم يصدر عقابك، جزى تعهد في ملفك وتأخير، ولو تعتذر ما حد بيسبع جوابك، وجزاك مأخوذ ولو فيه تبرير، وإن كانك تبغي العيد جهز ثيابك، خذها غياب وقلعتك من التقارير. وهنا رد عليه العسكري قال له: يا راعي الأبيات يا مرحبابك، من عسكري راضي بحكم المقادير، هو حامي عرضك وحامي ترابك، وساهر على راحتك في صبح وعصير، يوم انت وسط بيتك محد اندرابك، ما تفرق بفعولك فعول الغنادير، اللي وصلك الخصم عند حد بابك ما فيك خير، وفزتك ما فيها خير، خله لنا وانت ما ينرجع بك، ناطي على خشمه بروس البساطير، واضحك وسولف ما يجيك الشقابك، وحنا علينا دفع كل الفواتير، ما همنا عيدك ولا كشخة ثيابك، ولا نقدم فيه عذر ومعاذير، العيد عند العسكري يا جنابك، ان الوطن فيه خير والشعب فيه خير.